أهلا بحضراتكم في المحاضرة الخامسة من النشاط التجاري والصناعي. نجاوب مع بعض تمرين 5-17 على بنود الإيرادات والتكاليف اللي احنا أخدناها قبل كده، صفحة 224. بيقول التمرين إن أنا عندي منشأة فردية بلغ صافي الربح قائمة الدخل 200,000 جنيه، وعاوزين نعدل الربح دوت عشان نوصل إلى الربح الخاضع للضريبة. ابتدينا نفتح صفحة الإقرار، أهو ابتدينا بصافي الربح من قائمة الدخل. ابتدت بالربح اللي قالوا لي 200,000 جنيه، ويضاف إليه وسيبنا مسافة، ويخصم منه وسيبنا مسافة علشان نبتدي نعدل البنود اللي هيقولها لي. هنبتدي بند بند من البنود اللي موجودة عندنا، وعندنا طبعا ملاحظات الحل هتيجي متتابعة بعد كده كل سلايد بعديها. أول حاجة قال لي تتضمن مصروفات المنشأة 2500 جنيه تبرعات، منها 500 جنيه للفقراء. المنشأة أثبتت عندها تبرعات ب 500 جنيه للفقراء. مصلحة الضرايب بتقول لي أنا مش هعتمد التبرعات بتاعة الفقراء، قلت له خلاص يبقى لازم نشيلها من الدفاتر بتاعتنا. هتتشال ازاي؟ هي من التكاليف اشارتها سالبة، وبالتالي عشان اشيلها هشيلها بالاضافة. اول بند سيضاف اليه تبرعات الفقراء. قال لي كمان ان في 600 جنيه تبرعات مدفوعة لبنك ناصر الاجتماعي. بنك ناصر الاجتماعي يعد من الحكومة، وبالتالي مصلحة الضرايب بتوافق على البند ده، المنشأة سجلته لا يضاف ولا يخصم. والباقي من التبرعات اللي هو 1400 جنيه في سبيل اتخاذ تدابير لحماية البيئة وتحسينها، دفعتها لجمعية لحماية البيئة. قال لي طيب ديت بتخصم ب 10% من صافي الربح الضريبي. طب انت هتبقى وصلت لصافي الربح الضريبي؟ لا، لسه ما وصلناش للربح الضريبي، هنضيفها مؤقتا لحد لما نوصل للربح الضريبي اللي موجود عندنا، اهو تبرعات مدفوعة لحماية البيئة، وهنقول ما بين قوسين مؤقتا بال 1400 جنيه. البند اللي بعده 3000 جنيه فوائد قروض من بنك مصر لتمويل شقة مملوكة لصاحب المنشأة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الشقة ديت المملوكة لصاحب المنشأة لا تعتبر جزء من العمل، وبالتالي الفوائد كلها مصلحة الضرايب مش هتوافق عليها ضمن التكاليف، لانها لا تخص النشاط اللي هو اول شرط في الفوائد او العوائد المدينة. المنشأة سجلتها عندها ضمن التكاليف، ومصلحة الضرايب هتقول لي انا مش موافقة عليها، هنشيلها بالاضافة زي ما حضراتكم شايفين. تالت بند اللي هي فوائد القرض بتاع تمويل شقة صاحب المنشأة. البند اللي وراه قال لي 9000 اهلاك الات ومعدات. طبعا ده اهلاك محاسبي لان المنشأة حطاه، وزي ما اتفقنا ان احنا ما بنوافقش على الاهلاك المحاسبي، لان احنا هنحكي الاهلاك الضريبي بتاعنا وهنخصمه بعد كده اهوت. يبقى المنشأة سجلت اهلاك محاسبي 9000 جنيه، مصلحة الضرايب مش موافقة عليه، هنشيله من دفاترنا بالاضافة. البند اللي وراه 500 جنيه ضريبة مباني عن عقار مملوك للمنشأة ومؤجل للغير 250 جنيه شهريا. طبعا زي ما اتفقنا ان اي ضريبة بتدفعها المنشأة زي ما اتفقنا من شوية تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، وبالتالي المنشأة سجلت 500 جنيه ضريبة، مصلحة الضرايب موافقة عليها، وبالتالي البند ده لا يضاف ولا يخصم. قال لي بعد كده 4500 جنيه ديون معدومة صدر بشأنها حكم محكمة أول درجة، دين معدوم واتخذوا الإجراءات ومر 12 شهر من تاريخ الاستحقاق. احنا عندنا بالنسبة لمصلحة الضرايب حددت ان لازم يمر 18 شهر عشان تعترف بيه ان هو دين معدوم، وبالتالي ده مر عليه 12 شهر فمش معترف بيه ان هو دين معدوم. طيب تعالى نروح للمنشأة، المنشأة سجلت عندها ديون معدومة ب 4500 جنيه، مصلحة الضرايب بتقول انا مش موافقة على المبلغ دوت لاني لسه ما مرش عليه المدة المحددة اللي هي 18 شهر، يعني مش هتوافق عليه، هنشيله عندنا اهو. خامس بند شلناه بالاضافة اللي هو الديون المعدومة غير المستوفاة لشروط الاعداد. البند اللي بعد كده 3500 جنيه قسط تأمين على حياة الممول. اتفقنا مع بعض المحاضرة اللي قبل ديت ان قسط التأمين بيبقى الحد الاقصى بتاعه اللي هنوافق عليه 3000 جنيه، معنى كده في 500 جنيه زيادة هنشيلهم بالاضافة زي ما حضراتكم شفتوا اللي هي الزيادة اللي حطت في قسط التأمين على الحياة. قال لي بعد كده في التمرين وتتضمن ايرادات المنشأة ما يلي
2000 جنيه فوائد بيع بالتقسيط. احنا دلوقتي سجلنا فوائد بيع بالتقسيط عندنا في المنشأة. مصلحة الضرائب مش هتعترض على كده دوت، لان ده جزء من الايراد بتاع المنشأة الجاري، وبالتالي لا تضاف ولا تخصم. البند اللي بعديه قال لي ان انا عندي 3500 جنيه توزيعات اسهم مقيدة بالبورصة المصرية. اتفقنا ان التوزيعات بتخضع لضريبة مستقطعة من المنبع 10%، وبالتالي ما ينفعش تتحط عندنا هنا هو في منصة الاقرار علشان ما تخضعش للضريبة مرة تانية، وبالتالي هنشيلها في بند يخصم منه. عندنا هتلاقوا في السلايد اللي بعد كده هو تاني بند يخصم منه، اللي هي توزيعات اسهم مقيدة بالبورصة المصرية اللي موجودة عندنا. فوائد ودايع بنك مصر ديت من الاحصاءات هتبقى في الاخر. 2750 جنيه ايرادات عقار مبنى. طيب هو الايراد دوت في اي مشكله؟ قال لي لا، لو كان تكت لحد كده هو يبقى خلاص مفيش مشكله، احنا موافقين عليه وبالتالي لا يضاف ولا يخصم. لكن هو كان قايل لي قبل كده ان الايجار بتاع المبنى ده كان 250 جنيه شهريا. قلت له طيب تعالى بقى نجيب في السنه 250 في 12 يطلع لي عندي بحوالي 4750 جنيه. طيب هو سجل منهم 2750 جنيه فقط، طب ما في لسه ناقص 2000 جنيه هنضيفهم عندنا اهو ضمن الايراد. خلص التمرين قال لي بعد كده تعالى بقى عشان اقول لك الاهلاك الضريبي هنعمل فيه ايه. اداني الالات والمعدات، قال لي ان هي اشتراك واحد واحد ب 90000 جنيه وبتستهلك ب 10% بطريقة القسط الثابت. رصيد أساس الإهلاك كان 13000 جنيه عندنا. طيب هنروح بعد كده الملاحظات عشان نحسب الإهلاك الضريبي ونختمه. الإهلاك الضريبي هيطلع 46000 جنيه، ولما نروح للملاحظات هنعرف إزاي دي الإهلاك الضريبي عندنا. أهو وصلنا لصافي الربح المعدل قبل خصم التبرعات بعد ما ضفنا وخصمنا 173500. هنبتدي نخصم التبرعات. اللي انا دفعته 1400 جنيه، الحد الاقصى هيبقى الرقم اللي احنا وصلنا له اللي هو صافي الربح المعدل في 10 على 110 زي ما قلنا قبل كده، 15740 ايهم اقل، خدنا ال 1400 الاقل ناقص توزيعات الاسهم اللي احنا قلنا هنخصمها بعد التبرعات 3500، طلع لي صافي الربح الضريبي المعدل 168250. شلت منه الاعفاءات اللي هي الفوائد بتاعت الودايع، طلع لي صافي الربح الضريبي 163500 جنيه. ازاي حسبنا الاهلاك الضريبي؟ ابتدينا برصيد اساس الاهلاك في اول السنه 13000 جنيه زائد الاضافات 90000. احنا هنا وقت الاضافات كانت عباره عن الات ومعدات، المنشاه صناعيه زي ما هو قال لي، وبالتالي ابتدينا نحسب عليها اهلاك اولي 30%، ادي اول حاجه ب 27000 جنيه من 90000. فعل الصافي مفيش حاجه اتباعت، اساس الاهلاك 76000 جنيه. يلا نحسب الاهلاك الضريبي، اكتر من 10000 جنيه هتخضع بالمعدل العادي. الالات من الاصول الاخرى معدلها 25%، يطلع الاهلاك الضريبي العادي ب 19000. نجيب الاهلاك الضريبي كله يبقى عباره عن الاهلاك الاولي ابو 27000 زائد الاهلاك الضريبي العادي 19000 يديني 46000، وهو ده اللي احنا خصمناه في بند يخصم منه جوه الاقرار الضريبي. نبدا بعد كده اهوت بحساب الضريبه واجبه الدفع زي ما طلب مني في التمرين. احنا عندنا الربح الضريبي كان 163500، ابتدينا نجزاه للشرايح بتاعته، طلعت لي الضريبه المستحقه ب 28150 جنيه. نحسب الخصم الضريبي، احنا في الشريحه الرابعه 7.5%، طلع لي 2111، طلعت لي الضريبه المستحقه بعد الخصم 26039، ناقص الضريبه اللي سجلت تحت الحساب اداني الضريبه واجبه الدفع 24000 جنيه و4 جنيه. طبعا ما ننساش ان احنا كمان عندنا الضريبه على توزيعات الاسهم اللي احنا شلناها، اللي هي حسبت كضريبه قطعيه عندنا ب 10% 3500 جنيه، ب 10% 350 جنيه. نكمل مع بعض باقي التكاليف الاخرى واجبه الخصم، هتلاقوها عند حضراتكم في صفحه 228. اول حاجه المرتبات والاجور، هتلاقوها في صفحة 228 بالكتاب. والمرتبات بتنقسم لثلاث أجزاء. أول حاجة بالنسبة لمرتبات العاملين اللي عندنا،
طبعا اي حاجة مدفوعة للعاملين تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، شرط ان هي بتتعلق باعمال المنشأة وبتخص السنة يعني عن 12 شهر وفقا لأساس الاستحقاق. تاني حاجة، مرتب صاحب المنشأة، ده لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم باعتبار ان هو اللي هياخد كل الربح اللي موجود في المنشأة المحقق، وبالتالي مش هياخد كمان مرتب ويخضع للضريبة مرتين. ثالث حاجة، مرتب أقارب صاحب المنشأة، لو صاحب المنشأة مشغل حد من قرايبه يعتبر من التكاليف واجبة الخصم، شرط إن هو يكون مرتبط بعمل فعلي وإن هو ياخد أجر المثل أو مرتب المثل. تاني مصروف، اللي هي مصروفات الدعاية والإعلان، هتلاقوها في صفحة 229، تنقسم إلى ثلاث أجزاء. المصروفات الدورية زي النتائج والأقلام والحاجات اللي الشركات بتعملها وتكتب عليها إهداءات كده هوت، ودي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم في السنة اللي اتصرفت فيها. تاني نوع، الحملة الإعلانية، ودي بتاخد مدة طويلة من الزمن وبالتالي تعتبر من التكاليف بما يخص السنة، واحنا بنقسمها بين 3 إلى 5 سنوات. ثالث نوع اللي هو الإعلانات المستديمة، زي الإعلانات المعلقة في الشوارع وعلى المباني، ودي تعتبر أصل من الأصول الأخرى وتهلك بمعدل 25% زيها زي الأصول الأخرى من أساس الإهلاك. ثالث نوع من التكاليف الأخرى، الاحتياطيات والمخصصات، ودي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده ان لازم التكلفة تكون حقيقية والمخصصات بخلاف مخصصات الإهلاك هي تكلفة تقديرية، لذلك تضاف إلى الربح المحاسبي للوصول إلى الربح الضريبي. وشكرا، انتهت المحاضرة الخامسة.